والله ما عارفه اقول لك ايه يا بت يا رنطة. عكوسات 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 عكوسات، حاله نحس ملازماني من ساعه ما شفت وشكم كلكم ودخلت المدرسه الفقر دي. حتى ورقه الضغط الوحيده اللي كانت حيلتي اللي كانت في ايدي عشان اخلي الواد يتجوزك طارت اتسرقت. ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ريحتي بتخنقني. ايوه طبعا. لا ما تاخديش في بالك، دي حنان اختي بتبخرني، يمكن العين اللي راشقه فيا تسيبني وتروح لحالها. عين الوليه اللي ما تتسمى ولا توعى اللي اسمها نجوى. خلاص يا راندا، خلاص يا حبيبتي، ما انا مش عارف اتكلم معاكي. لا انتظري مكالمتي كمان شويه. حاضر هشوف لك حل، طبعا هشوف لك حل في المصيبه اللي انت واقعه فيها دي. يلا حبيبتي باي باي، مش هتاخر عليكي. سلام سلام. حل مشكله ايه؟ مشكله ايه اللي هتدوري لها على حل؟ ما تشوفي حل لمشاكلك احسن. بقول لك يا بنتي حنين، هو جوزك ماله سنن وشه علينا كده ليه؟ هو انت يا اختي مش واخده بالك من اللي حصل لنا ولا ايه؟ ولا انت نسيتي؟ ده الراجل قطع الخلف من اللي شافه. كويس يا اختي، يا هبله يا عبيط، عشان لو فكر يتجوز عليكي ما يخلفش. كفايه اللي عنده واحنا ناقصين. هو انت عايزه ايه يا صدفه؟ انا عايزاك طيب يا جوز اختي. سيبك مني انا. انت عايزه ايه في حياتك؟ يعني بتخططي لايه؟ ايه هدفك في الحياة؟ هدفي في الحياة؟ ايه السؤال الصعب ده؟ ده سؤال بره المنهج. تصدقي يا حنان انا عمري في حياتي ما جه في بالي اني اسال نفسي سؤال زي ده، بس هو سؤال حلو. سؤال حلو وجديد وعميق. جوزك طلع عميق يا حنان. انا بتكلم جد مش بهزر دلوقتي. سؤالي محدد وواضح، انت عايزة توصلي لايه في حياتك؟ كفاية بقى نوع البتاع اللي في ايدك دي. مش عاجبك خشي جوه. هي الريحة يعني مش وصل جوه؟ مش كفاية ريحة الطبيخ اللي لازقة في فضولنا ليه النهار؟ ما خلاص بقى يا مريم، سيبينا نتكلم شوية. بتعملوا ايه يعني غير انكم بتتكلم؟ ها جاوبيني. بصي بقى يا جوز اختي، انا زمان كان عندي طموحات واحلام وتخطيطات كبيرة قوي وحلوة قوي قوي قوي، بس نصها اتبخرت بعد ما خلصت ثانوية عامة، والنص التاني اتدمرت بعد ما اتخرجت واشتغلت مدرسة. بس شكلها كده بعد ما يرفدوني، وده هيحصل قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، هفوق لنفسي هيبقى عندي طموحات واحلام جديده. مش ده اللي يقصده امين يا صدفه؟ اللي يقصده ان واحده زيك يعني ممكن تبقى بتحلم كده ببيت وعريس، راجل كده ماله هدومه ويكمل معاها مشوار حياتها. ويا سلام بقى لو تجيب منه حته عيل وتاخد منه حتتين ذهب، راجل يعني يبقى غني كده يبسطك. لا يا حنان، فقير يصون ولا غني يخون يا حبيبتي. جاتك نيلة فقرية. وليه تفترضي ان الغني هيخون؟ مش يمكن يطلع راجل طيب وابن حلال؟ بقولك ايه يا جوز اختي، انت من الصبح عمال تلف ودور تلف ودور، وانا فاهمة انت عايز ايه، فتعالى لي سكة ودغري. ايه عايزني الم هدومي واروح اعيش مع الراجل المتسلخ اياه؟ ايوه يا ستي، الراجل المتسلخ اياه ده كلمني فعلا وموافق على الطلاق. مش كده وبس، ده منتظرك تقابليه في مكتبه هو والمحامي بتاعه علشان تمضيله على مؤخر الصداق والنفقه واللازي منه. ها ايه رايك بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ وانا كده يبقى اسمي مطلقه وانا ما اتجوزتش اساسا صح؟ ده تلاقيه الواد صاصه. استني بس، وحد عارف مين اللي جاي؟ بقولك يا حنان طلعي الموبايل بسرعة. لازم نصور لحسن يكونوا بلطجية، لازم يبقى معانا دليل نوريه للحكومة. يلا. ده انا اللي مكلمة صاصة، وبعدين لو بلطجية انت هتصوريهم؟ مين حضرتك؟ فين صدفة؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.